من مواليد وجدة سنة 1941. تابعت دراستي الابتدائية والثانوية بوجدة ودراستي التكميلية بالجامعة بالرباط. التحقت كرئيس مكتب التشغيل تحت قيادة الدكتور الخطيب، كان وزير الشغل والشؤون الاجتماعية، وعزيز بلال الكاتب العام. صفتوني رئيس مكتب التشغيل، عاود جابوني هنا مندوب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في رود الجيرة بعارف، ومنها أيطوا عليا وزارة الخارجية، قال لي عبد الله إبراهيم غادي تكون عضو في الديوان ديالي. خدمنا معاه، عطاونا أمين السر لوزارة الخارجية، وبقينا خدامين إلا حتى انتهيت وعاود التحق بسلكي رجال السلطة. فعينني محمد الخامس رحمه الله سنة 1960 بإقليمي ورزازات على رأس القلعة المكونة، ثم على رأس سكورة. ومن ثم هو المشكل، عيطوا لنا السيد العامل ديال ورزازات زياد زكري، عيط لي قال لي شوف بغيت نهز 50 مخالفين تمشيو للحاسي بيضاء، راه أمر ديالو خير، تضربوا المدنيين بالقرطاس. سيدي العامل انا ما انا ماشي نخسني، انت قال لي انت قايد وتمشي معاهم. ملك كان في جدي الطاب ذاك الوقت، كان الفيلم ديالو روح زرابي، كلموا هاتفي زدعاني في الليل، قال لي كيفاش انت رفضت تمشي تعمل هذوك الكلاب باش تعطيهم طريحه وهذاك الشيء. قلت له نعم اسيدي، انا هذوك خوالي كانوا معايا في جيش التحرير، ما يمكنليش هادو مدنيين ابرياء صحراوه حدا تاكنيت اتا قنيت ها حاسي بيضاء وما يمكنليش. قال لي راني راني عازلك الله يهني. مشيت في حالي، عاود عملت الاجراءات ديالي وتم تعييني كخليفة علي في اكادير سنة 1966 بمرسوم الملكي. إلا أن زارنا وفقير رفقة بالعلم من نفس عام 1966 بعد مقتل المهدي بن بركة، المرحوم مهدي بن بركة. من تعرضنا له في الإنسكان أنا وعلى بوش، كان أوفيسير البوليس معايا اللي كان ديتو لاديستي، وهذا تعرضنا له وهذا قال لي أنت واش راك دير هنا؟ قال له العامل اش دير، هو الخليفة ديال العامل ديالي هنا بالمقاطعة. قال له يتبعني للرباط. مشيت للرباط، داروني بواحد المكتب حدا مدام الرمزي يجوار بالعالم، بالعالم هو من البلاد يعرفني ويعرف والديا الجنة الوطنية تبع، ولكن كان يساندو فقير بزاف. عزلوني، عندك عاود دعوة للمجلس أعلى، عاود ربحت جوج جايين دعاوي عليك وإليه وعلى إثري إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة قمت بتقديم ملفي في الأجل المحدد، فقاموا بإبحاث الجارية ديالي وعملوا وعطوني مقرر تحكيمي صادر عن هيئة الإنصاف والمصالحة بتاريخ 31/12/2008 تحت عدد 10546 القاضي بتسويت حالتي في الصفحة الثالثة، بتسويت حالتي الإدارية منذ تعييني برجال السلطة إلى يومنا هذا. وعييت من كتب، عييت من الكاتب الداخلية، عييت من كاتب رئاسة الحكومة، كلهم اللي كان رئيس الحكومة فلان وفلان، كاتب الديوان الملكي، كاتب الملك، والو. عييت من كاتب، وأخيرا عاود عملت برقية ولنت كاكا، لأنه سي عبد المجيد تبون كان واليا على بشار، وكان يلتقي معه بفيكي بجوار بشار، وكان كان صوفي وكان هذا. أخيرا اتصلت به بعد تعييره كرئيس الجمهورية
قال لي اعمل لي تقرير في الموضوع، احكي لي كل شيء، راني عندي الخبر. وكان دائما يقول لي يا ابني يا ابن عمي فعليك بالصبر كما تمسك بالصبر، عمل بتوصية جدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، هو تابعين أبو بكر الصديق. إوا كاتبت شنو اللي تدخل من أجل تسويت وضعيتي الإدارية بأثار الرجعي منذ تعييني إلى الآن، واسترجاع أرضي المحفظة بتوريد تحت رقم 74173 تم تحفيظها تم تسليمها إلي كتعويض بالأرض الأولية، ولا زلت في المشاكل الإدارية. وقال كما قام أحد سماسرة وزارة النقل أم الزهير، كنت كارد رخصة النقل لعيون وجدة وحكمت عليه باش كملت الكونترا، حكمت عليه. هو عنده معرفة مع الخليدي اللي كان في النهضة، اللي كان في الخليدي اللي كان رئيس الحزب، مشى معاه لوزارة النقل لغاو لي داك في محكمة استئناف. هو إلى يومنا هذا عيط رخصة راه باسمي وروسي ديال الكار بسميتي، وأنا ما تنقبض لا فرنك لا جوج، ما عندي لا مسكن لا والو لا دار لا والو لا والو، راني عايش متشرد بشوارع الرباط. هنا طلع المجلس الوطني حق الانسان، طلع الوزارة الداخلية، طلع الوزارة المالية على قضية الأرض باش يسولوا لي الحالة ديال الأرض ديالي حتى أتمكن من بحثي عن شريك فيها. والو إلى يومنا هذا، وعيت ولي من تقرا زابور يا داوي في عمري تقريبا 80 سنة وأنا في حالة يرضى لها ومريض، مما دفعني إلى زيارة الدكتور المنوزي للدار البيضاء الذي يتكفل مجانا شكرا له. والحالة واش إلا ما تمتعتش دابا بالرزق ديالي اللي راه مهمول رخصة النقل والأرض وتسوية الحالة، فوقاش غادي نتمتعش؟ عيط من كاتب الصورة العليا بما فيها الملك محمد السادس والحكومة سعد الدين العثماني وكلهم. قدم لي 100 ديالو التي تتعلق بالتسوية الإدارية ديالو، خديت 100 ديالو وطلعت عليه وبيت على أنه من حقه التسوية الإدارية بحكم أن هيئة التحكيم المستقل والتعويض ولا هيئة الإنصاف والمصالحة حكموني باش تسوى الوضعية ديالي الإدارية. أنا أتساءل معاه علاش ما تسوتش لي الوضعية الإدارية بالرغم من أنه عنده مقرر تحكيمي مفيد ذلك، ولهذا أنا بدوري بحكم أنه عضو ديال المنتدى المغربي من أجل الحق والإنصاف غادي القضية ديالو غادي نطرحها عند ديال الفرع ديال الدار البيضاء، وكذلك غادي نعرضها عند السيد رئيس المنتدى المغربي من أجل الحق والإنصاف باش يتدخلوا باش يحلوا لهاد السيد هذا القضية ديالو. ما تنساوش تكليكيو على الاشتراك على قناة الصحيفة 24، وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.